السكينة طنجة اللي غيطلع من تطوان اتجاه ديال طنجة تطوان يجي المحطة الجديدة اللي كاينة في أوطاسة حدا ستاسيون ديال إفريقيا. هاد البلاصة هادي جات مناسبة للطاكسي ديال إقليم تطوان. حنا من تطوان ومع الإخوان طنجة حنا خوش كناكلو طرد الخوش مع بعضنا، هما كيعمرو عندنا حنا كنعمرو معاهم. هنا المحطة مزيانة كتجيني قريبة، أنا كل سيمانة كنسافر لتطوان، عندي العائلة تما كنعاودو تماك، ولكن دابا بالنسبة للمحطة هادي كتجيني مزيانة. والتاكسي كيبقى هنايا 24 ساعة على 24 ساعة، وعندنا منظمين ديالنا ليلا ونهارا. نشكر السلطة الولاية بعدها أولا وبعد كل شيء السيد الوالي المحترم اللي نظرنا ومشينا لعندو ساعدنا وعطانا الملحقه التابعه للمحطه الطرقيه في اوطاسه، كنشكرهم هذا المنبر الولايه والاخوان ديالنا. انا دابا خدامين مرتاحين الحمد لله ولله الحمد، كانوا في واحد الصعوبه كبيره باش كان الضرار ديالهم، كانوا كيطلعوا المحطه ما كانوش كيخدموا على 3 ايام عا كيوصلوا الفيله. دابا الحمد لله ولله الحمد السيد الوالي المحترم كنشكرهم هذا المنبر عطانا ملحقه ديال تطوان هنايا، كنشكروا بزاف بالنضال ديالنا والهيئات النقابيه ديال طنجه كاملين حتى هما نضلوا معنا وقفوا معنا الله يجازيهم بخير، الهيئات كاملين ما كنقصوا حتى شي واحد الحمد لله حتى هما وقفوا معنا. بالنسبه للبلاصه مزيانه؟ لا البلاصه مزيانه، هذه البلاصه هذه جات مناسبه للطاكسي ديال اقليم تطوان وعلى ديال على المسافرين كاملين، حتى الناس المسافرين اللي كيجيو فرحوا بزاف المسافرين، كاينين كيجيو خاصهم يمشيو لتطوان كيقول لهم طلعوا المحطه الطرقيه، ما كانوش كيبغيو يطلعوا كيضطر يخرج بحالو حتى المشلوى يركب وما يطلعش المحطه الطرقيه، البعد بزاف. دابا هنا الحمد لله ولله الحمد واحد الاستجابه كبيره والناس فرحانين، المواطنين فرحانين وكلشي مزيان الحمد لله، وكنشكروا الولايه كنعاود نقولها كنشكروا الولايه. دابا كنطلبوا واحد الحاجه من ولايه الامن كنتراسلوا معاهم يخرجوا يراقبوا لنا الطريق هنايا ويوقفوا معنا ويحاربوا لنا، باقي كاين شي ناقص سري، النقل المزدوجات اللي ما عندهمش الغطاء هنايا كيجيو لهنا كيوقفوا قدام الطاكسي كيهزوا الناس، وكنطلبوا من السلطه ديال ولايه الامن تدخل وتجي تعمل المراقبه ديالنا هنا وتحاربنا. كنتصلوا مع ولايه الامن ماشي نحقروهم ولا شي حاجه، راه كيتواصلوا معنا وكيستجبوا لنا وكيصيفطوا لنا البوليس. النهار اللي كنعيطوا لهم السيد الوالي ولا رئيس الهيئه الحضاريه السي حسن ولا السي عزيز راه مشكورين من هذا المنبر، كنتواصل معاه معوذ بالله من قال انا، كيوصلوا لنا وكيصيفطوا لنا البوليس. دابا خصنا شي نقطه المراقبه هنا في مشلاوه كنطلبوا من هذا المنبر. لا كاينه، لا كيتواصلوا معنا اعوذ بالله من قال انا اللي خدام في الطريق تطوان، وكنتواصل مع المسؤولين اكثر من 20 مره في النهار، ما كيشدوش علينا التليفونات ديالنا، كيصيفطوا لنا الامن وكيوقفوا معنا، والامن اللي كيخرج من لهنايا كيخدم معنا الله يجازيه بخير، راه هذا الشيء هذا ما عندنا ما نقولوا فيه، ماشي عن نهضروا فيهم في العيب ولا شي حاجه، راه كيتواصلوا معنا وكيلبيو لنا المطالب ديالنا، والكولونير وولي الامن وكل شيء كيتواصل معنا. دابا نعيط له يصيفط لنا البوليس دابا لهنا. اليوم كنعبروا على الفرحه ديالنا كمهنيين كمساعدين كمسافرين، الحمد لله هذا واحد الحلم تحقق، لان احنا بزاف 3 سنين وحنا كنعانيو 3 سنين، قال لك مشينا المحطه ما بقى كيلحقنا والو، الخدمه بقات هنايا، الخدمه بقات من جامعة السوريين الى فين واقفين هنا، ديال الخدمه اللي بقات كيستافد الخطه في النقل السري التاكسي دبنير الزين دبني، المهم ماشي ديال طنجه، مكتوب عقاراوي مسبوق كيما بغى يصبغ كيجي هو اللي خدام، حنا ما كيلحق عندنا حتى واحد، وبقينا مضرورين هكذا ولكن بقينا مع السلطه كنتواصلوا ومع انتم الله يجازيكم بخير، عاود فيما كنعملوا شي وقفه كتجي وكتساندونا كتبلغوا الرساله ديالنا، وانا نقول لك هذا بحال الحلم تحقق، والناس الحمد لله تفاعلوا معنا، لا المسافرين اللي كيجي يركب هنا كلشي فرحان، علاش نقصنا عليه بزاف ديك الاكراهات اللي كنا كنعيشوهم حنا تما، حتى المواطنين اللي كيبغي يسافر كيعيش الاكراهات اكثر منا، عنده العواو صغارين عنده مثلا كيفاش غتعمل باش يمشي يقول المحطه فوق يتحسب له 40 درهم ويركب هو تما ب 40 ب 50 درهم، راه اللهم هذا منكر. الحق الحمد لله دابا اللي كتشوفوا فرحان الاخوان كاملين، السيد الوالي الولايه بصفه عامه عطاتنا بلاك الحمد لله في الاتجاه هذا. وبالنسبه للساكنه طنجه كنقول لكم الاخوان الساكنه طنجه اللي غيطلع من تطوان اتجاه ديال طنجه تطوان يجي المحطه الجديده اللي كاينه في اوطاسه
حدا ستاسيون ديال افريقيا محكمه شويه التجاري بحال اللي ماشي المغوغه هاد المحطه جات على الطريق الحمد لله وكنشكروا الساكنه طنجه والانسان فرحان السائقين كاملين فرحانين في الاتجاه هذا بان عطاونا بلاكه والحمد لله الامور دابا قانونيه والتاكسي كيبقى هنايا 24 ساعه على 24 ساعه وعندنا منظمين ديالنا ليلا ونهارا السلام عليكم انا مساكنه طنجه كانت مسافر كانت لان سيت بالنسبه للمحطه هنايا مزيانه بالنسبه لي انا من مغوغه حتى المحطه جديده البعد انا ساكن في مغوغه مدينه طنجه يعني باش نمشي انا من المحطه اخرى كيتزاد عليا السيار كثر اما بالنسبه لي هنا المحطه قريبه لي تقريبا الساكنه يعني من هنايا مزيانه لينا حنايا كتجينا نسبه قريبه يعني الانسان يجي هنا يركب كتجي قريبه انا في الاول كنوصل رياض تيتوان او نخرج من الشارع نعمل اوتو ستوب باش كانت لان تيتوان بالنسبه نجي للمحطه هنايا يعني التاكسي كنركب 4 دراهم من هنايا ونكمل حقي الا عمشي المحطه جديده خصني 40 درهم او عيد التاكسي خدا الا عديت المحطه جديده خصني 40 درهم اما بالنسبه هنايا يعني 4 درهم تجيني قريبه مزيانه هنا المحطه مزيانه كتجيني قريبه انا كل سيمانه كنسافر لتيتوان عندي العائله تما كنعاودو تماك ولكن شنو دابا بالنسبه للمحطه هذه كتجيني مزيانه دابا انا جيت في الاول وثاني تساحيت وعاودت رجعت من هنايا قلت على الاوتو ستوب هنايا جبرت هنا جبرت كي عمرو المحطه قلت غنركب من هنايا مزيانه ليلي بالنسبه لي انا هذه مزيانه السلام عليكم شكرا الاخوان كنشكروا السلطه طنجه كنشكروا السيد الرئيس اللي جاب هذا البلاكا هذا المطاع راه كنا ضايعين في المحطه الطرقيه كنبقاو 3 ايام ما كنعملوا لا بياخي لا والو دابا كنشكروا الله وكنشكروا هاد المسؤولين طنجه وهذا السيد الرئيس اللي جانا لهنايا من هذا المكان هذا دابا الحمد لله الرحمه الله لا مع المواطنين ولا مع المسؤولين ولا مع كل شيء وحنا مع الاخوان حنا من تطوان ومع الاخوان طنجه حنا خوش كناكلوا طرد الخوش مع بعضنا هما كيعمروا عندنا حنا كنعمروا معاهم وكنطلبوا الله وكنشكروا هذا السيد هذا اللي جاب هذا البلاكا هنايا هذا اوطاسا دابا الحاله يمشي الحمد لله احسن من ديك المحطه الناس ما كطلعش تما كنبقاو يومين ثلاث ايام سايبين تما 12 الليل كنشوف حالنا خاويين وهما كانوا عاو كيجيو من عندنا تطوان كانوا كنا ضايعين والخطافه هنايا قضاو علينا الخطافه هنايا كلشي كيعمروا الخطافه وحنا كنبقاو مسيبين في المحطه الطرقيه المواطن الازمه وكورونا خصو يطلع المحطه ب 40 درهم في التاكسي صغير ويركب معنا ب 40 درهم الله يحسن له العام دابا جينا لهنا الناس فرحانه وحنا كنشكروا السلطه طنجه وكنشكروا سيدنا وكنشكروا المملكه المغربيه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.